إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. اليوم كنقدم لكم واحد الشقة، المساحة ديالها 88 متر مربع، جات بمدينة حد سوالم. عندنا هاد الشقة في موبل سكني اير بليس 3، عندنا ريتشوسي بريمي ايطاج دوزيام و تروازيام موبل سكني. مازال لحد الساعة متوفر عندنا الشقق كاملين. بالنسبة للشقق راهم كيتشابهوا في الطريقة ديال الصلاح والفصالة وكل شيء، هلا نموذج واحد كاين في جميع الشقق ما عدا الطبق الأرضي، مختلف في المساحة والصلاح. بالنسبة الموبل جاء قريب لجميع المرافق، صلاح صراحة صلاح ممتاز ورائع. بالنسبة للشمس فالشمس تقريبا بنسبة 60% كتبدأ تقريبا من الظهر وكتبقى حتى الغروب. الموقع ممتاز، جا في السونتر ديال المدينة حد سوالم، قريب لجميع المرافق صراحة. وكاين واحد صلاح لي ممتاز، واحد ديزاين رائع، لا في البلافوات ولا حتى في الأرض. الأرض مخدومة بواحد الطريقة ممتازة ما شاء الله. شقة كيف ما قلت لكم غاية في الجمال، جات بالسونتر ديال المدينة حد سوالم، قريبة لجميع المرافق. دابا غادي نعطيكم فكرة على الغرف ونصورهم لكم بالديتاي. عندنا الدخلة ديال الشقق كلهم أبواب تركية كما كتشاهدوا، كيجمعوا ما بين الديزاين وما بين الصح والأمان، يعني باب تعول عليه ما شاء الله. هذا البيت الأول اللي جاء على اليمن، عندنا الشرجم ديالو كيطل على البالكون. بالنسبة للأرضية كيف كتشاهدو مخدومة مزيان. بالنسبة للحيوط صباغة ديال الخيال، بلافون أو لا الأسقف فيهم لاد، ولي سبوت حتى هما لاد، نية ولاد ولي سبوت لاد. بالنسبة للألمنيوم مخدوم نوع جيد. بالنسبة للبيبان حتى هما بيبان ممتازين ما شاء الله. بالنسبة للزانتيريبتور والبريزات والسوارد ديال الضوء، كل واحد كيفاش باش كيعرفهم، حتى هما نوع ممتاز. لي بواني إينوكس. السيجور عندنا فيه هاد الطبلة اللي ما شاء الله عطات واحد الرونق واحد الجمالية لهاد البلاصة اللي جات بواحد ديزاين في الحيط ما شاء الله رائع. وعندنا هاد الشرجم اللي حتى هو ريدو إلكتريك، عندنا موتور إلكتريك كيعطي الإضاءة والتهوية لهاد السيجور. عندنا ما شاء الله هاد الشكل الرائع ديال الخشب ما شاء الله. كيف ما قلت عندنا ثلاثة الغرف، صالون، جوج ديال الحمامات، مطبخ، هذا لاشومبر رقم جوج حتى هو مخدوم فينيسيون ممتازة، لا من ناحية الصباغة صباغة الخيال، الأرضية زنديج ممتاز. وبالنسبة للسقف فيه النيوم وسبوت كلشي لاد ما شاء الله. بالنسبة للألمنيوم راه
صراحة الشقة أو لجميع الشقق مخدومين بنوع ممتاز ديال الألمنيوم. الأبواب كيف سبق وقلت راه أبواب ممتازة. صراحة استعدت اللي غتكون من نصيب ديالو وحدة من هاد الشقق اللي كيتواجدوا عندنا بنفس الموبل وبنفس لافينيسيون. هذا شومبر بارونتال اللي عندنا فيه هاد الحمام اللي ما شاء الله مخدوم سخون مزيان. بالنسبة للسانيتير نوع ممتاز. عندنا هاد الباسك اللي جا واحد الشكل اللي ممتاز. المرآة ما شاء الله. الناس اللي أول مرة كتشاهد القناة ديالنا ما تنساوش تدعمونا بلايك وديروا لنا ابوني وهكذا يوصلكم دائما الجديد ديال العقارات اللي كنقدموا لكم. بالنسبة للبلاكار فراه بلاكار كبير، ثلاثة ديال الأبواب كوليس ما شاء الله. بالنسبة للأسقف كيف ما قلنا أسقف مسقونة ما شاء الله. عندنا البالكون اللي جاء فهاد بيت ناس. المطبخ و سالامونجي جا عندهم واحد ديزاين رائع في البلافون ما شاء الله. مطبخ كما كتشاهدوا مطبخ ايكيبي ما شاء الله، خدوم بشكل رائع. عندنا هاد البلاصه هنا بلاصه ديال الثلاجه ما كتشاهدوا، وعندنا في الجناب ديال هاد عندنا هاد لي زيتاجير ما شاء الله. عندنا لا كولور اللي جات في البلاكار تحت لا كولور مارون، وعندنا الفوق الابيض ومهرس بهذا اللون المارون ما شاء الله. عندنا لاهوت تريو ما شاء الله رائع، وعندنا البلاك بلاك لي ما شاء الله نوع جيد اللهم بارك تبارك الله. كاين واحد التناسق ديال الالوان. عندنا الفران ما شاء الله اللهم بارك. عندنا بلاصه ديال الماشينه لافي. بالنسبه لي بريز راه تبارك الله موجودين لي بريز، بريز افيك لا تيغ بالنسبه لاماس على حساب الابارايت اللي غيكونوا. لانترفون جا في السونتر، يعني سواء كنتي في هاد الشومبر أو لا في هاد الشومبر أو لا حتى في بيت نعاس أو الناس اللي كيتوجب المطبخ، لأنه جاء في السونتر. وحتى بالنسبة للناس اللي ربما يكونوا في الصالون حتى هو جاء قريب منهم، يعني تختار ليه موقع ممتاز. بالنسبة للصالون صالون بمساحة كبيرة وفينيسيو ممتاز، وجاء في الدخلة ديال الشقة أنفاس الباب اللي كيدخل للشقة كما غتشاهدوا. ندور الصوره وغيبان لكم ما شاء الله. عندنا هاد الديزاين اللي جرى في الصالون بلاصه ديال التلفزيون، الناس اللي كيبغيو يديروا التلفزيون في الصالون هنا في هي البلاصه. صراحه الشقه ممتازه، موقع ممتاز، فينيسيون رائع. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هاد الشقه فالرقم ديالنا هو اللي كيبان على الفيديو. اخواني اخواتي دمتم في حفظ الله ورعايته، نتلاقاكم في عرض جديد تكون ان شاء الله في صحه جيده. الى اللقاء.